في البدايات برحب بيكم جميعا ايا كان بتتفرج عليا من اي مكان في العالم، خاصة عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي اسود الاطلس يا سادة يا كرام. اتمنى قبل الدخول في التفاصيل تدعمني وتشرفني وتنورني وتشجعني بلايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس، ويلا بينا الى تفاصيل الحلقة. أعتقد إن الشغل الشاغل الآن في الأيام الحالية لدى عشاق ومحبي الساحر المغربي حكيم زياش هو إلى أين سينتقل زياش وإلى أي فريق سيحمل قمصانه في الموسم المقبل. رسميا برشلونة وحكيم زياش الاتفاق تم مع البنود الشخصية وكذلك مع إدارة تشيلسي. حكيم زياش برشلوني بصفقة قياسية، وأيضا تشافي بيعلق على إتمام صفقة المغربي إلى فريق برشلونة وإلى ملعب الكامب نو. حكيم زياش طبعا كان أكتر من فريق من عمالقة القوم في أوروبا تريده، زي برشلونة وزي يوفنتوس وزي ميلان وزي أيضا بايرن ميونخ، ولكن زياش فضل الانتقال إلى برشلونة لأنه يجد نفسه هناك داخل أسوار الكامب نو. تشافي أبدى سعادته بإتمام الصفقة وأكد بأنه هيرجع نسخة زياش أياكس مرة أخرى للعالم كله في الموسم المقبل. كذلك أكد تشافي أن حكيم زياش هيكون النجم الأول للفريق. وعن سؤال تشافي عن عودة ميسي، أكد تشافي إن باب برشلونة مفتوح أمام ميسي، إذا أراد العودة يعود في أي وقت، فإنه إضافة عظيمة للفريق.